حد فيهم بقى التوحيد الثلاثي اللي بتاع ابن تيمية؟ حد فيهم خالص؟ لأن دي بدعة ابن تيمية طلعها كده في القرن الثامن الهجري، البدعة بتاع تثليث التوحيد دي، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، شغل أطفال. وبعدين توحيد الأسماء والصفات دي شغل طفولة، ويدعي بعد ذلك إن دي تقسيمة تعينك على فهم التوحيد وهي تعينك على تكثير المسلمين. فهمت إزاي؟ ويدعي بهذا إن كل كفار قريش كانوا موحدين ربوبية، جعل المشركين موحدين. عشان إيه؟ قول الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأنى يؤفكون. فكونهم يقولوا الله يبقى دول موحدين توحيد ربوبية في نظري. طب لو كان المسألة بقى توحيد الربوبية لا يقتضي توحيد الألوهية، لكان قول الله عز وجل في الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كان المفروض ولا يتخذ بعضنا بعضا آلهة من دون الله، صح ولا لأ؟ يعني لو هنعدل بقى القرآن على وفق فكر ابن تيمية، نكتب خط تحت أربابا ونكتب فيها آلهة، هنعدل القرآن بقى علشان نصحح فكر ابن تيمية. لكن من يعدل القرآن؟ القرآن غير قابل للتعديل، يبقى الذي يعدل هو فكر ابن تيمية. مو حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين صح، يا القرآن هو اللي صح غير قابل للتعديل، يا ابن تيمية هو اللي صح غير قابل للتعديل. احنا قلنا القرآن صح غير قابل للتعديل، والوهابية قالوا ابن تيمية صح غير قابل للتعديل، يبقى تمشي مع مين؟ يعني عايزين نعرف بس. وان كان لحد دلوقتي كهنة الوهابية الى الان بيدرسوا التوحيد التثليثي ده، الى الان بعد كهنة الوهابية الذين اشربوا في قلوبهم العجل، العجل اللي هو ايه؟ اللي هو الفكر الوهابي، أصبح عجل بقى جزء من شخصيتهم. على أي حال حنصبر حتى يموتوا، لأنهم لا شفاء لهم. ثم يأتي بعد ذلك أجيال إيه؟ أحسن شوية، تكون أضعف حالا من التشبث بهذا الباطل، قابلة للمناقشة، لكنهم لا يقابلون مناقشة أحد. هم يقعدوا فين؟ في الضواحي والأطراف، ويعلموا الناس الايه؟ الكلام الفارغ، وما يقدروش يواجهوا واحد من الازهر او واحد من العلماء. فهمت ازاي؟ فهم دول ينشأوا فين؟ في الاطراف، في الارياف وفي الكفور. يبقى ولا واحد في القرن الرابع الهجري قال ان التوحيد، لما سئل عن التوحيد قال هو التوحيد التثليثي. اللي قال التوحيد التثليثي ده النصارى، مش قالوا الله ثالث وثلاثة؟ واحنا بقى نصارى ازاي يبقى توحيد ويبقى ثلاثة؟ ازاي الواحد يبقى ثلاثة؟ ده حتى مخالف للمنطق، مخالف للمنطق. لكن الغباوة ان هؤلاء لا يدرسون حتى المنطق، عندهم دراسة المنطق طاغوت، ولا يدرسون علم اصول الفقه، لانه ايه؟ عندنا قواعد نقدر نلجمهم بها، فهو ما يدرس عشان ما يبقاش عندك القاعدة اللي تعرف تلجمه بها. فالامام الشافعي يقول ايه؟ إذا جادلت جاهل إيه؟ لا أقنعه، وإذا جادلت عالم أقنعه، لأن العالم عنده قواعد أعرف من خلال القواعد دي أقنعه، إنما الجاهل ما عندوش قواعد. فطالما ما عندوش قواعد خلاص بقى يقعد يقول اللي يقوله. فهمت بقى إزاي؟ هات لي أي كتاب قبل ابن تيمية في كل كتب تراث المسلمين وده موجود ومطبوع، حد قال على التوحيد تثليث، هو ابن تيمية بس، حاجة افتكسها من ذهنه، واخد بالك؟ والعجيب انها ماتت معه. خلاص مات ابن تيمية، ماتت الفكر، لحد ما جاء محمد بن عبد الوهاب بعد سنين طويلة واتباعه نقبوا عن فكر ابن تيمية الشاذ ده وطبعوه احسن الطبعات، وثم بعد ذلك انتحلوا اسم اهل السنة والجماعة. حرامية يعني. يعني حتى سرقوا اسم اهل السنة والجماعة. أنا عايز بس واحد قبل تيمية، واحد بس، واحد الله، من علماء المسلمين في أي قطر من الأقطار في أي عصر من العصور قسم التوحيد إلى تقسيم ابن تيمية. لا يوجد إلا الشيطان الرجيم. فهمت بقى ازاي؟ شيخه فيه شيطانه الهوى. عشان كده قلنا لك لجام الهوى والشهوة، هم دول اللي إيه؟ يقضوا على الإنسان. فنسأل الله السلامة.